محلاها عشت الفلاح. ايه ده؟ الريف أبو جو ظريف، أبو زرع جميل في ربيع أو صيف، أو شفت كروف أبو فروة وصوف، أو شفت حمر طيب ولطيف. زرت الريف أبو جو ظريف، أبو زرع جميل في ربيع أو صيف، أو شفت خروف أبو فروة وصوف، أو شفت حمر طيب ولطيف. كل دي فراخ
ايوه يا جدجد، ايه رايك؟ تحب تاكلها ايه؟ عادي ولا سبايسي؟ يا عم جميل بلاش هزار بقى، خلينا في الموضوع. انت كل حاجه تقلبها هزار كده. انا بصراحه احب اكل الديك الكبير ابو شوشه. اشمعنى؟ لانه في الوقت الفجريه قاعد يقول كوكو 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 كوكو، عمل لي ازعاج كبير قوي وصحوني بدري بدري كده. ايوه فعلا، انا كمان عمري ما كنت اتخيل اني اصحى على صوت اي نوع من انواع الطيور بالطريقه دي. والغريبه يا كوكي انه كل يوم في نفس الوقت تقريبا يديها وبصوت عالي قوي 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 قوي. ده يا جدجد لان المزرعه هاديه خالص، فيري كويت، عشان كده اقل صوت فيها نسمعه عالي. فيري كويت، ماشي يا شيخ ماشي. ايوه يا عم جميل، بس ده كان بدري قوي. اكيد اكيد الديك دوت هيكون فيه لحم كتير. فاكرين يا اولاد يسوع قال ايه لبطرس عن صياح الديك؟ ايوه ايوه انا فاكره، قال له قبل صياح الديك هتنكر 3 مرات انك تعرفني، مش كده يا عم جميل؟ قول قول يا كوكي. وايه هما ال3 مرات؟ ايوه، اول مره انكره قدام الجاريه لما شاورت على بطرس وقالت له ده كان مع يسوع، وتاني مره شافه واحد تاني خالص وقال له انت منهم، قال له لا مش انا، وبعد ساعه واحد تالت قال له انت كمان زي يسوع جليلي وكنت معاه. ايوه بالظبط يا جدجد، وده في بشارة لوقا إصحاح 22، وفي الحال وهو يتكلم صاح الديك. أكيد بطرس زعل قوي من نفسه. طبعا يا جدجد، لأنه افتكر كلام يسوع ليه وخرج وقعد يبكي كتير. يا أولاد ربنا أوقات بيفكرنا بخطايانا اللي بنعملها، وده لحبه ورعايته لينا، ولأنه عاوزنا نكون أولاده المطيعين ليه واللي بننفذ وصاياه. يا اولاد يعني هتكون كره كفر بالونه يا جدي طبعا. طيب ودي؟ لا دي حاجه مختلفه خالص، دي بالونه برضه. طب تقدروا تقولوا لي يا اولاد ايه الفرق بين الاثنين؟ دي صغيره ودي كبيره. ايوه تمام. طيب احنا بنعمل ايه بالبالونات يا اولاد؟ بنلعب بيهم وبنزين بيهم كمان. وغير كده كمان بنلعب بيهم وبنزين بيهم كمان. طب قولوا لي يا اولاد احنا ممكن ننفخ البالونه دي كمان؟ لا يا جدو لا، ارجوك ما تعملش كده. ليه يا كوكي؟ هتفرقع. تمام يا حبيبتي، او احنا يا اولاد زي البالونه دي ممكن الناس تفرح بينا قوي ونتعامل مع الناس كويس، لكن في لحظه ممكن بوم نفرقع. مش فاهم يا جدو ازاي. افهمك يا حبيبي، احنا كده يا اولاد لما تبقى حياتنا بسيطه ونتعامل مع الناس كويس، لكن بقى لما اجي واقول انا اشطر واحد في المدرسه يعني هنبقى زي البالونه هنتنفخ شويه. ايوه، لكن لما اقول بقى انا اكبر من كل اخواتي، انا ممتاز في الرياضه، انا بروح الكنيسه اكتر من كل اصحابي، انا بلبس احسن من الكل، انا معايا مصروف اكتر من الكل، انا الاول على الفصل، هتكبر البالونه وتفرقع. بالظبط يا كوك يا حبيبتي، هو ده بقى يا اولاد اللي بيعملوا الكبرياء فينا لما نحس اننا احسن من الكل. ده صعب قوي. طبعا في كل حياتنا حتى في علاقتنا مع ربنا. ايوه يا وسيم، في انجيل معلمنا لوقا السيد المسيح قال مثل عن ناس كانوا واثقين في نفسهم قوي انهم ابرار وكانوا بيحتقروا الاخرين. ايه هو المثل؟ اقول لك يا ميرنا، السيد المسيح قال مثل عن 2 كانوا واقفين يصلوا في الهيكل، واحد فريسي والتاني عشار.
الفريسي كان واقف ورافع عينيه للسماء وبيقول أشكرك يا رب، أشكرك لأني مش زي باقي الناس، الناس الخطافين، الناس الظالمين الزناة. أنا يا رب بصوم في الأسبوع مرتين وبعشر من كل ما أقتنيه. أما العشار يا حبيبي كان واقف بعيد ومش قادر يرفع عينيه للسماء، كان بيقرأ على صدره يقول اللهم ارحمني أنا الخاطي. السيد المسيح قال عن العشار إنه نزل بيته متبرر أكتر من الفريسي. عارفين ليه يا أولاد؟ أيوة يا جدو أنا عارفة، لأن المسيح قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. بالظبط يا كوك يا حبيبتي. أنا بقى يا أولاد هحكي لكم حكاية أنتوا بتحبوها قوي، حكاية جولياط وداود. فاكرينها طبعا يا أولاد؟ طبعا يا جدو، داود قدر ينتصر على جولياط. بالظبط يا حبيبتي. جولياط بقى يا حبيبي بص كده لداود، لقى غلام صغير كده ورفيع وماسك في ايده عصا وشويه حجاره، فقال له لعلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصا. وابتدى بقى يلعب في داود وفي آلهة داود. للدرجه دي كان بيستقلب داود؟ ايوه يا ميرنا حبيبتي، جليان ده يا ولاد كان ضخم جدا، اما داود كان غلام صغير كده لدرجه ان جليان قال له تعالالي علشان ارمي لحمك لطيور السماء ووحوش البريه. لكن داود انتصر عليه بمقلاع وحجارته. ايوه يا كارل، انتصر رب الجنود. داود انتصر على جليات اللي كان مستقله وبيحتقره وبيتكبر عليه. قولوا لي بقى مبسوطين في المزرعه؟ جدا جدا، ده الجو هنا جميل قوي. ايه انا مش مبسوط، انا مش مبسوط. وبتغنيها كمان؟ طب ليه مش مبسوط يا قطا؟ مش بعرف انام بالليل يا طنط دينا. هو ده من الخوف؟ لا، من ناموس. هنا الناموسه قد الجاموسه. هو فعلا قطقت عنده حق، في اي حته زراعيه بيبقى الناموس والحشرات زياده شويه. بس يا قطقت انت ليه ما بتعرفش تنام؟ ما كل الشبابيك عليها سلك علشان ولا حشره تدخل. ما هو حيث انه اذ ربما ما هو قطقت قبل ما ينام امبارح ساب الشباك مفتوح على اخره. ايه يا عم توني يا ايه يا عمي، قلت كده على طول. طيب خلاص يا طنط دينا دلوقتي هتعنفني يعني. وفضل يا طنط دينا عنفيني عشان استاذ توني يرتاح. لا ابدا مش هعنفك ولا حاجه، بس انا عاوز اسالك يعني احنا مش نبهنا على الموضوع ده كتير خالص قبل كده؟ ايه اصل انا قلت ايه الحشرة الصغيرة قوي قوي دي اللي ممكن تأذيني او تخوفني، لكن مع انها صغيرة لكن ما بعرفش انام منها. انت عارف يا قطقت مشكلتك ايه؟ عارف طبعا، مش بسمع الكلام. لا مش بس كده، مشكلتك يا قطقت ان ساعات بتستخف بالحاجات الصغيرة. تعالوا احكي لكم حكاية الاسد والناموسة. اسد وناموسة؟ ايوه الحكاية دي حلوة قوي. بتحكي عن اسد كان متكبر قوي ومغرور، وكان في يوم من الايام وقف في وسط الغابه وقال لكل الحيوانات انا الاسد، انا ملك الغابه، انا اغلب كل الحيوانات والطيور والحشرات حتى الانسان. ده متكبر قوي. ما هو علشان متكبر قوي سمعته ناموسه فردت عليه وقالت له احنا كلنا عارفين انك اقوى واحد بجسمك، لكن برضو ما تنساش ان ربنا خلق كل كائن فينا وعنده قدره بتميزه. صح. بس اسد ملك الغابه رد عليها وقال لها انت مين انت علشان تتكلمي معايا كده؟ ده انا ملك الغابه، وبعدين كمان انت اصغر من انك تيجي تتكلمي معايا. ايوه فعلا عنده حق، ده اسد ودي مجرد ناموسه. ايش جاب لي جاب يا عم توني؟ اسمع بقى يا قطقه، مجرد الناموسه الصغيره دي قالت له، الناموسة قالت له حاجة مهمة قوي. قالت له على فكرة
انت لازم تخاف وتبطل تكون متكبر كده. بص لها الاسد كده واستغرب قوي، قال لها اخاف؟ انا اخاف؟ اخاف من ايه يعني؟ ايوه فعلا، هيخاف من ايه يعني؟ من قلبه المتكبر يا كوكي. التكبر حاجه وحشه قوي، لكن برضو الاسد ما اخدش باله، رد عليها وقال لها على فكره انا ما بخافش ابدا ابدا، وده لاني ملك ولاني قوي. وعملت ايه؟ بمعنى اخر عملت ايه؟ لما الاسد اتكبر كده على الناموسة، الناموسة طارت بسرعة وراحت قرصته في مناخيره. ابتدى الاسد يرفع رجله ويوفش في مناخيره بسرعة، فطارت الناموسة بسرعة وفضلت تقرصه لدغات كتيرة قوي قوي في اماكن كتيرة في جسمه. ما تفكرنيش. يا قطر الناموسة بقى لما شافت ان الاسد عمال يتنطط ويعيط ويصرخ من كتر لدغات الناموس الكتير اللي في جسمه دي، ابتدت تضحك عليه وتستهزئ بيه هي وباقي حيوانات الغابة، لانه استقل بيها وافتكر انها مش ممكن تأذيه عشان صغيرة. فعلا يا وسيم، هو استقل بالناموسة، وده نوع من التكبر، وكمان هو ده اللي حصل للناموسة. طب وحصل لها ايه؟ لما ابتدى الاسد يا كوكي يتنطط من كتر الالم والوجع اللي فيه، ابتدت الناموسة تضحك عليه وتستهزئ بيه. معنى كده ان هي كمان اتكبرت عليه؟ للأسف يا كارول، وهي بقى عمالة تسخر من الأسد لانه موجوع، وتتنطط فوق وتحت ويمين وشمال، وتنادي على كل الحيوانات عشان هما كمان يضحكوا على الأسد. حصلت حاجة غريبة قوي، شبكت الناموسة في خيط عنكبوت رفيع جدا. اكيد ماتت. فعلا هي فضلت شوية تصرخ وتحاول انها تخرج من شبكة العنكبوت دي، لكن معرفتش، لحد ما فضلت في الشبكة دي وماتت من كتر الجوع والعطش، وفي الآخر أكلها العنكبوت. قد كده غلط إني أستصغر أو أستقل أو أستاهي في حد قدامي. طبعا غلط يا قطر، وإنت شرحتها كويس قوي. ساعات كتير إحنا بنستهي في حد أو نتريق عليه، بس إنتوا شفتوا الأسد لما استهيف ولا استصغر الناموسة حصل له إيه؟ خسر هيبته قدام كل الحيوانات اللي في الغابة، وخسر كرامته وخسر اتزانه. كمان الناموسة لما استهزأت بالأسد خسرت حياتها كلها. عشان كده يا أولاد عاوزين نخلي بالنا قوي من موضوع التكبر ده. افتكروا دايما الآية اللي بتقول قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. الكبرياء بيودينا لحاجات كتير قوي وحشة ممكن تحصل لنا في حياتنا. يبقى على كده بقى يا طنط دينا لازم دايما تكون صلاتنا ان الله يحفظنا من كبرياء قلوبنا. فعلا يا بنت. الكلام اللي بيقوله جد جد ده فكرني بدقيق أرملة صرفة صيدا. ايه صرفة صيدا دي؟ دي اسم بلد. وعملت ايه الأرملة دي؟ الأرملة دي أرسل الله إليها إلي عشان يتعوله ويعيش معاها وقت الجوع، وقت ما انقطعت الأمطار. مش ده لما الشرور كترت وإليه صلى ربنا إنه يقطع المطر؟ تمام يا وسيم. ولما وصل إليه البيت الأرملة لقاها بتولع نار عشان تعمل فطيرة أو خبز، فقال لها تيلي نشرب، وهي خارجة تجيب له يشرب قال لها تيلي معاكي حتة خبز. وقالت له إيه؟ قالت له حي هو الرب إلهك، أنا ما عنديش خبز، وكل اللي عندي ملو كف دقيق وشوية زيت صغيري، كنت هنعمل بيهم كعكة صغيرة ناكلها أنا وابني ونستنى الموت. ليه يستنى الموت؟ لأنه كان وقت جوع والمطرة ما بتنزلش. يا نهار، طب وإليه النبي قال لها ايه يا عم جميل؟ قال لها اعملي زي ما بقولك، ادخلي الاول اعملي لي كعكه صغيره، وبعدين ادخلي مره تانية اعملي كعكه ليكي وابنك، لانه هكذا قال الرب ان الدقيق والزيت مش هينقطعوا من بيتك لحد وقت السماء ما تمطر. ايه؟ طيب وسمعت كلامه؟ ايوه يا جطجط،
والدقيق والزيت ما انقطعوش من عندها لحد ما وقت الجوع خلص والسما مطرت. وكان ايمانها قوي للدرجه دي؟ طبعا، لانها ما استجلتش بكميه الدقيق اللي كانت عندها وسمعت كلام ايليا النبي. والدليل يا اولاد على ايمانها الشديد ان ابنها جاله مرض شديد خالص. معنى كده انه مات؟ ايوه، وهي صرخت لايليا النبي انه يشفيه، فخدوا معاه للعليقة اللي كان عايش فيها وحطوا على السرير وصرخ لربنا ان يشفيه. ولايمان الارمل وبصلاه ايليا النبي الولد رجعت ليه نفسه تاني. اكيد الارمله كانت فرحانه. طبعا، وقالت له انا من الوقت ده عرفت انك رجل الله وان كلام ربنا في فمك حق. ايوه، انا بعد كده مش هستقل باي حاجه. على فكره الفطير ده كتير وهيكفينا كلنا. دلوقتي معاد فقرة المراسلات، الفقرة الحلوة اللي فيها بنتعرف أكتر على أصحابنا وبنعرف أكتر رأيكم في كل فقرة من فقرات كوكي وادات. النهاردة تريفينا دانيال شاكر بعتت لنا من مصر. تريفينا عندها 12 سنة، بتقول إنها بتحب كوكي وادات ودينا وجده، بتحب القصص قوي وعايزة تكون صديقة البرنامج. احنا كمان بنحبك قوي يا تريفينا. أوجينا فاخر كرم من مدينة ناصر، بتحب البرنامج قوي وعاوزة تكون صديقة دائمة. كلكم أصدقاء عزيز قوي على البرنامج. كارين عماد عزت من القاهرة بعت جواب في صورتها وهي بتقول انها بتحب كوكي وقطقط والبرنامج ونفسها تكون صديقة لي. كل اصدقائنا اللي بعتولنا وكمان كل اصدقائنا اللي لسه ما بعتوش، عاوز اشجعكم
موضوع المراسلات ده موضوع مهم جدا بالنسبة لنا، مش بس لأننا بنسمع فيه منكم تعليقات حلوة، لكن كمان إحنا على الإيميل برضو بنستنى آرائكم في البرنامج والأفكار الجديدة الحلوة اللي عندكم اللي ينفع نطبقها في البرنامج، ويبقى كوكي وقطقط دايما على ذوقكم. وصلنا بقى لسؤال حلقة النهاردة. ولأنه حلقات الريف لها طابع خاص ومميزة جدا عندنا كلنا، عاوزين النهاردة نعرف منكم استفدتوا ايه من حلقة النهاردة، من الكلام اللي قاله جده ومن الحدوتة مثلا، او حتى لو كنا استفدنا معلومة جديدة ما كناش نعرفها قبل كده وتعلمناها في حلقة النهاردة. ابعتولنا بإجابة السؤال على العناوين الموجودة على الشاشة دلوقتي، وكمان كل آرائكم واقتراحاتكم علشان برنامج كوكي وقطط احنا مستنيينها. ما تتأخروش علينا ونشوفكم الحلقة اللي جاية. الراجل الغني ده يا ولاد كان عنده فلوس كتيره قوي.